كابتن علي زين نجمنا الكبير اللي منورنا ومشرفنا النهارده في اول واخر حديث قبل سفره الى برشلونه الاسباني. كابتن علي منورنا ومشرفنا ورافع راسنا دايما. بنور كابتن خالد، والله مبسوط جدا ان انا مع حضرتك النهارده. بجد سعداء ان انت معانا النهارده عشان نتكلم في حاجات كتيره جدا جدا جدا، وبالذات عن حلم ضياع الميداليه الذهبيه في طوكيو. طبعا حلم، كان حلم، وبصراحه لحد دلوقتي متضايقين من جوانا، بس عارفين الناس مبسوطين بينا، بس برضو يعني كان نفسنا نعمل حاجه اللي هو تطلع بطوله ميداليه. يعني احنا كنا، انا شايف ان احنا كنا نستحق ناخد ميداليه، بس مهما كانت بقى برونزيه فضيه ذهبيه، بس كنا نستحق ناخد ميداليه. ف كان حلم بالنسبه لنا، يعني حتى الفرقه كلها كانت متاثره جدا، وكان باين على الماتش اخر ماتش كانت الناس كلها متاثره، الناس كلها زعلانه، حتى احنا كنا راجعين متضايقين. بس انا يعني كلنا شايفين برضو في نفس الوقت اللي احنا واخدين خطوات لقدام كتيره، وخطوات مهمه جدا بالنسبه لنا.